كلامنا هيكون بناء على نصوص أبائية، وخصوصا لصاحب الشأن القديس كيرلس نفسه. إنه لم يطلب أحد بيانا للإيمان منا، ولا نحن قبلنا بيانا جديدا صاغه آخرون. ثم أضافوا خلسة بعض التعبيرات التي تظهرهم أنهم لم يكونوا أنقياء تماما من هذا النسطور، لكن ده كلامهم هم مش كلامي أنا. إن البعض يحرفون معنى المبادئ، يعني البنود الاتناشر، لأننا لسنا أغبياء بهذا القدر حتى نحرم كتابتنا نفسها، ولكننا نلتزم بما قد كتبنا وبما نفكر، فإن معتقداتنا مستقيمة وبلا لوم، وهي متفقة مع الكتب الإلهية ومع الإيمان الذي وضعه آباؤنا القديسون.